نمبر 1، محمد رمضان خلاص هيختفي يا جدعان، وعلى أول السنة الجديدة 2025 مش هيبقى موجود على الساحة الفنية، وكل أفلامه هتبقى موضة قديمة، وهياخد مكانه نجم جديد هيبقى هو رقم 1 في مصر. دي النبوءة اللي قالها العراف ألان مصطفى خلال لقائه مع برنامج بيقدمه الفنان الكوميدي إدوارد، وتسبب كمان في استغرابه. فيلا بينا عرفكم تفاصيل نبوءة نهاية محمد رمضان الفنية، ومش هتصدقوا مين هو النجم اللي هياخد مكانه في الوسط الفني. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. العراف اللبناني ألان مصطفى كان ضيف مع إدوارد في البرنامج اللي بيقدمه، وكان موجود عشان يتنبأ باللي هيحصل في سنة 2025. في ساعتها بقى جت سيرة الفنانين عموما ومحمد رمضان نمبر 1 على سبيل الخصوص، عشان يكشف العراف عن مفاجأة كبيرة قوي ما حدش هيصدقها. إدوارد جاب سيرة محمد رمضان نمبر 1 مع العراف ألان مصطفى، وسأله وقال له هو محمد رمضان هيعمل إيه في السنة الجديدة؟ فقال له ألان مصطفى إني من هنا ورايح مفيش محمد رمضان، عشان هو فنياً في النازل، والأبراج بتقول إنه خلاص مستقبله الفني وشهرته هتنتهي، ومش هيكون موجود كمان على الساحة الفنية، ولا هيبقى هو نمبر 1، لأن في فنان جديد هياخد مكانه وهيكسر الدنيا. وبعد ما كان محمد رمضان بأفلامه ومسلسلاته مسيطر على سوق الفن في مصر، الكلام ده كله هيخلص. الكلام ده حصل في برنامج القاهرة اليوم، وساعتها إدوارد استغرب جدا وما كانش مصدق اللي هيحصل ده، بس ألان مصطفى قال له بالحرف الواحد أنا بآخر توقع قلت إن محمد رمضان نمبر 1 في 2025 مش هيكون ليه تواجد خالص، ويمكن هو أعلن بنفسه عن ده وإنه بالنسبة لي محمد رمضان ظاهرة واختفت، بس أتمنى إن الكلام ده طبعا ما يحصلش. فضل العراف ألان مصطفى مكمل في كلامه عن نمبر 1 وقال أنا كنت توقعت قبل كده 3 توقعات وحصلوا، منها المشكلة الأخيرة بتاعته وإن هيكون بعيد شوية عن الفن، وأنا بوجه لمحمد رمضان التحية لأن هو فنان كبير وكمان لجمهور، لكن هو مجرد توقع، وإن شاء الله محمد رمضان يكسر الدنيا، ولكن شايف إن محمد رمضان حتى لو ظهر الفترة اللي جاية مش هيكون هو نمبر 1 اللي عمل ضجة في بداياته. الكلام ده خلى إدوارد يندهش أكتر وأكتر، ويسأل العراف ألان مصطفى عن اسم الفنان اللي ممكن ياخد مكان محمد رمضان ويبقى هو نمبر 1 الجديد ورقم 1 في مصر. ساعتها رد ألان مصطفى وقال له هيكون هو أحمد العوضي، هيظهر جدا السنة دي بطريقة غير متوقعة، وكمان هيكسر الدنيا، وده لأنه أصبح فعلا رقم 1 في الوسط الفني بمسلسلاته، خصوصا الشعبية منها اللي نجحت في موسم رمضان اللي فات. في النهاية بقى شاركونا انتوا كمان برأيكم في التعليقات، وقولولنا هل تتوقعوا فعلا ألان مصطفى توقعوا من ناحية محمد رمضان والعوضي ممكن فعلا يحصل؟